واحد أريد من سيادتكم تعليق على ما حدث من اشتباكات في دسوق وفي طنطا وفي بعض المراكز والمحافظات من هجوم على مؤتمرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي. حدث اشتباك ما بين الطرفين، أليس يعني هذا ينبئنا عن سيناريو 30 يونيو؟ أليس هذا يكون داعيا لعدم نزول المؤيدين؟ ما حدث في بعض الأماكن إن دل فإنما يدل على البلطجة التي لا تتصدى لها الشرطة، وهذا من واجب الشرطة أن تحمي مؤسسات الدولة. لكن شعب مصر شعب ذكي يعرف كيف يحافظ على حقوقه، وشعب مصر يتحرك عندما لا يجد إلا أن تكون هذه الحركة في طريقها إلى تصحيح الأوضاع وتحقيق الشرعية والتمكين لها. فعاليات التي سيدشنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في خلال الفترة ما من 21/6 حتى 30/6، الفعاليات كلها تدور حول البناء، حول القيم، حول الأخلاق، حول مرتكزات ومنطلقات ثورة 25 يناير، نحو دفع النظام ودفع مؤسسات الدولة نحو تحقيق مصالح المواطن، تطهير مؤسسات الدولة من كافة الفلول والفاسدين، وقف نزيف الفساد في كل مكان. هذه هي عجلة الإنتاج والنهضة، هذه هي الفعاليات التي ننطلق معها وبها نحو نهضة مصر وحضارة مصر. سيناريو من ضمن السيناريوهات المتوقعة أن تنجح المعارضة خلال يوم 30/6 في إسقاط الرئيس المنتخب، ما هو السيناريو؟ ما هي ردة الفعل التي بالتأكيد أن جماعة الإخوان كجماعة تنظيمية قد نظمتها من الآن، ماذا سيحدث لو نجحت المعارضة في إسقاط الرئيس المنتخب؟ لا يستطيع لا الشياطين ولا المتمردين أن يجرون أو يجروا مصر إلى حرب أهلية أو إلى احتقان أو إلى دماء. مصر عظيمة، وسترون بإذن الله تعالى أن كل الأوهام الذي يعيشون عليها ستتهاوى أمام صمود الشعب المصري وذكاء الشعب المصري. ولكن ماذا إذا نجحوا يا فندم؟ ماذا إذا نجحوا؟ ينجحوا البلطجة والتخريب لا تنجح ولا تقيم دولة. البلطجة والتخريب والتدمير والحرق لا يقيم دولة، إنما يقيم وهم لا قيمة له. مصر لا يمكن أننا أختزلها في مجموعة متمردين يريدون أن يحرقوا مصر، وسترون بإذن الله تعالى أن هذه الأوهام التي عاشوا عليها منذ أن قامت الثورة، والكارت الأحمر والكارت الأزرق والكارت 22 مليونية كلها فسدت وتهاوت لأنها كانت لا تقوم على مبادئ ولا أخلاق ولا قيم.